الجسم زينة فيها الألياف الكفوة ما فوايد ثمينة يعتبر تمر نقوى. هذا ذبحت عمك بالودت. ها يا بابا اسمعنا وجهك يعني مبدوك اسمعنا انا هذه الهدايا اللي الكرتون. طيب كيف نشحنها وجهي؟ كيف نوديها؟ ها كيف نوديها؟ خط مدام. ما في احد من العيال في الرياض. الله ما اعلم. حطها عند فوق دولابك 90 يوم ان شاء الله. اوكي ها اوكي اوكي صدق ليه فوق الحين الساعة 2:00 3:00 نحتاج والله انا نحتاج والله انا كنا ما بخلع يا رجال عاد شب علي عطى طيب ايش العلم الحين انت؟ اي بس هذا الشيء نقص قلت الجلسة ها قلت الجلسة ايش؟ اقول الجلسة مسلم والله ما شاء الله عليكم اقول الجلسة باسمي باسم خالد حلوين والعشب زينها اليوم بغيره بس ما يمديها انتهى الكلام اذا الله وجهك ولا ايوه جلستك الريان شو تسمون هذه عندكم ايش هذه المضير احنا نسميها التيحه لا شوف 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 الصلف شو يسميها الموت يسميها شيء ما ادري شو ايش سموها تسمعها ايوه اديب على طير يا مرحبا الله وما سهلا ارحب ارحب علي يا دار بال افعالي يا سلام يا سلام هواها اللي طعني سواك السيف وهو سبت همومي وسقمي وغربالي وسلامتكم الله يحييهم مرحبا وما سهلا تبقى الله يحييكم الله يبقيك يطول في عمركم مرحبا وما سهلا يلا حي مرحبا وما سهلا مرحبا من يقول يا مال المعزه سلمت ويعافيك بيض وجيهكم طول عماركم الله يحييك مرحبا وما سهلا الله حي مرحبا وما سهلا مرحبا وما سهلا لا اله الا الله محمد رسول الله تبوا لماذا حزين؟ بيش فضفض لي والله بشي بس وش في خاطرك؟ ما في خاطر شيء أرى الحزن في عينك ما في خاطر شيء لبعيني والله ما في شيء سلام بس 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 يا سلام هذا صدمة أطلع قصيدة ولا أقول عندك قبلين لا سولف هنا ولا عندك أبو علي عند محسن لا مو بعندي خلاص على خاشمي عند محسن ايه سلت يا ابو سابت ولا قصيده ولا قمنا نتسابق ولا اي شيء لا ما مضاه مساء مرحبا ومسهلا يلا حيوا سلام مرحبا ومسهلا يلا حيوا مرحبا ومسهلا يا عيال جيبونا مراتي انا طول عمرك استريح بارجي سؤال يا ابو علي للعيال وش السؤال؟ ها سم طيب العمر اذا صار عندك كرامه ضيف ايوه حلو تركب الحين وش لا غسلها نقح أيوة. نقح وجبه
السؤال قد موجه لي انا لك انت وعلي انا بمره الاخوان شمع اسمع منهم عندك ابو رقعه لا انت عندك نفذ خشمك انت ما تتوهق صح لا بطل الاستيعاب عندي تكفى انا ترى المتوهق فاحاول انت يلا خلاص انت على وجهك انا الصدق عد السؤال اخر مره نفذ وجهك اذا عزمتك ضيف اسلم او زل ضيفك على جارك ايوه في محلك ما قد حطيت له من كرامه حلو ابى اعلمك كان يا كلكم كلكم انا قاعد احكي رسول الله ما صلي وسلم على محمد سلام اوصى على سابع جار ويكرمك زين طيب عملنا بالله عشان اقول لك اوصى اوصى انا معك ابو علي زين انا وجهه نظري انا اقول انه مع جار مثل وانسان الجار ردي شلون جار ردي الرجال مخطي السؤال واضح الرجال ضيف مخطي على جاري الجاري مو مخطي على ضيفك صحيهم الضيف مخطي على جارك نعم ايه الربع صلوا على النبي صلوا وسلم اول شيء صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واسف على المداخله واول شيء راح نوجه على هذه الجميله اللي فرحونا وفرحوا والدا امهاتنا وابانا وهذه بالنسبه لنا جاري كرتوني كرتين كرتون للوالدة وكرتون للأخوان اللي توهم دشي الجلسة ولكم جميع طول عمرنا على عمره بيض وجهه بيض وجهك بيض وجهك الله حيك الله حيك السلام السلام يا أبو علي ها ها كلامي واضح جاري مع الجار نعم أفرق عار أنت تقول ما قد قدمت الكرامة باقي إيه ها إيه الصدق باقف معاه ما بسأل على انت تحطي سؤال كذا مو بمعقب تقول لي في تفاصيل ما تذكرها لي المشو ذكرت لك لا ما قلتها جديد قلت انت قلت ضيفك جارك ضيف خطا جارك هذا سؤال من جديد ها ايوه الكلام للعموم ها إيه. عزمت لك ضيف ها وخطا على جارك ما أيوة. بعد قدمت الكرامه ها سلام عشانك نبى موقفك ما بعد قدمت الكرامه اما انا من وجهه نظري زين اللي ما قدر ضيفي ما قدر جاري أنا ما قدرني صح نقطة آخر سطر اللي ما قدر جاري ما هو مقدرني ولا لو أنا مقدرني أنا اللي عازمه ما راح يخطئ على جاري صحيح حتى بلا به نصيب إنه ضيف عاد أنت تقف مع جارك ها مع جارك ها بيض الله وجهك أنا صدق قبل الكرامة بوقف مع الضيف قبل الكرامة أتكلم ليش وبعد أنا ما قد أكرمت الرجال يا سلام أما بعد الكرامة لا والله مع جاري ما له دخل كرامة يعني الرجال يقول ما قد عطيتها الكرامة ركز بالكلمة هذه ما قد قدمت لها الكرامة كل مقطع ضيف حتى ولو ما قد مقطعي في مجلس أنا هذا جوابي واللي وده عندي هو هذه وجهة نظره أمر بسيط صح أبو قد جاوبت أنت أمس مبارك مو يعني أمس سؤال بس علشان يشوفون إخوان شمع انت عندك الموضوع كامل حيثياته كامله وبتعطينا العلم ولا بس انا كذا بتهملنا لا لا والله بعطيك العلم اي بيض الله وجهك عشان نستفيد بيض الله وجهك ها كملوا كملوا انا بقول ان كان نضيف اجنبي وجاري من نيوزيلندا كذني بعض ما بجلته وبقوم كرامه مضبوط وبعلم بقوم كرامه انك اخطيت كذا وكذا وكذا لبيه عندي بيت يا سام 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 الحب يا الديب يلي بالمراقيب دايل طول عمرك خلاص والله راح يعني استاهل يا ريال استاهل والله طيب خلاص ابو انت معي اي معك ابو مسر معك تقول اذا كان قبل الكرامه اقول طال عمرك كان هاجمني ضيف لا حقهم في الكرامه ما في أخوان كمان. حجار يمكن. شغال. إيه. أوكي. تبسمه طاح. إيه بالمال. أنت بالصدق. إيه. شفت كلام أبو علي. أنا معه. إيه. كيفك؟ ليه الله وجهك أبو خالد. أول شيء زي ما قلت لك أمس. وبقول معلومة كذا هنا إذا ضيف أجنبي. وجاري ابن عمي ولا من الجماعة القريبين ماني بتكلم في شيء لين اكرم ضيفي ملاقي زي سايق الطيب لا يا فلان تراك مخفي على جاري ولا على قصيري ولا ورفيقي حصان يبي اطمرها هذا اللي عندي بيض راح وجهك ابو
وبعاد بينهم لانهم في محلي. طول عماركم. وغشميري وزرابي وانطلت الطرقه صبي كريم وغشميري وزرابي وانطلت الطرقه وسحر ابطال صبي كريم وغشميري وزرابي وانطلت الطرقه وسحر ابطال صبي كريم اسرعوا يا شباب لو نكمل حديثنا مع محسن السبيعي. اسرعوا لا بعدك يا لا تصغر معي طيب لك الجلسه واخوياك يا الله وجهك ولك طال عمرك وضيفانك وعفاك ما يقول اول شيء مرحبا الله ومسهلا تبقى الله يرحمك ثاني ما بها الجلسه طال عمركم باسم خالد وباسمي الله يحييكم تحت السين والمحل محلكم وجعلك حياة والله يحييكم باسمي وباسم ابو ناصر وكرامتكم بغيناها اليوم لكن ما عاد يمديها من الوقت شيء عندنا فقره مثل ما انتم خابرين وفقره وراها فقره ولا عاد يمدينا نسوي شيء لكن كرامتكم بكره بعد العصر نذبح طلينا ونصرخ وابشر ونصرخ بيض الله ويستسح وياكم واللي يزودكم الله انه يزود الله يسلمك جهاز عزيز يعطيكم العافية مرحبا والله ومسهلا الله يحييكم اي والله كأني بدأت نبدأ غشكم يا رجال مرحبا ومسهلا اقول له ولدنا مختل يا رجال كيف حالكم يا رجال انا الحالي جاي الحالي كيف يا دار ترجع طابخ جلستنا مختل يا رجال ابو بدر جلستك ابو بدر كيف جلستك ولدنا مختل تدشينك ابو بدر في راحة يا رجال ما عليكم ايش حافي وجهي خلي الله الوردة الوردة رد الوردة وضحتنا بدون وردة اعطه الماء ردها يا وجه ما فيها شيء الله انا فيها رضخه يا ولدي مسيتوا بالخير يا الربع النور بيض الله وجهك يا خالد وبيض الله وجهك يا ابو بدر على هالجلسات الله يسلمك طيب والكرم وتدشين الجلسات غير مستغرب منكم الله يسلمك عليك الله يكثرها وان شاء الله الفؤاد يصير زيكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب يصير زيكم يا رب مرحبا جيتكم بشجره زينه شجره الله يحييك مرحبا ومسهلا حطها قدام هو ماشي ماشي يقول ربك الجيم اقلط اقلط مرحبا ومسهلا يا اخوان اول شيء امسحها هذه الشجره طوله ما مندش وراها ما شفنا خلها على راحته الله يرضى عليك يا الربع محسن عندها موضوع لازم تكمل المعذره المعذره يا محسن اغلبكم ارحب يا حي لا بس نبغى نقول فايده السلام الله يلا حي قواكم الله يسلمك مرحبا ومسهلا الله يحييك طول عمرك اسلم يا محسن محسن اسلم من كان سالم ما عنده وقف الموضوع الموضوع عند ابو مناحي ها طول العمر انا باخذ بيتي وبروح البحر حالي بتغدى انا والله احسن بخليهم لحالهم ويجلسون يتصفون ولا يجلسون طيب ارحب ها مرحبا وسهلا الله يحييك مرحبا مرحبا تعال تعال انا تعال انا ورجي 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 حلف 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 بيض الله وجهك مبارك بيض الله وجهك حلف 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 السؤال وش هو قبل كل السؤال نعم شو ايش خله يمر على السؤال يمكن اغلبكم البارح ما حضر معنا اسلم اقول عزمت لك ضيف يا طويل العمر وفي مجلسك قدام تقديم الكرامه واخت ضيفك على جارك نبي الموقف اتكلم عادي لا لا انطر انطر عندي الدور الجار قبل الدار ارحب مرحبا هلا هلا مرحبا 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 مرحبا
أمس سلق سلق يلا جيتم خلوكم عرفتم واحد ولا الحب يلا حي الله حي مرحبا ومسهلا مرحبا وداده عشاف مرحبا وداده وابن المخاير مرحبا وداده وابن المخاير مرحبا وداده وابن المخاير يا ابو سعيد يا راعي الجميلة يا ابو سعيد يا راعي الجميلة ها 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 في كهرب ارمي السعود جاني في كهرب ها ها طيب ابو جابة هاي راعي الصوت الصوت يا رب ها 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 مرحبا وداده وبلا المخايل مرحبا وداده وبلا المخايل الصوت يا رجال عش عش مرحبا وداده وبلا المخايل مرحبا وداده وبلا المخايل يا ابو سعيد يا راعي الجمال يا ابو سعيد يا راعي الجميلة هلا سعيد يا راعي الجميلة يا ابو سعيد كمل 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 يا ابو سعيد يا راعي الجميلة يا ابو سعيد يا راعي الجميلة قر يا عقلي ها مرحبا بالله صوت وعداد وابلا المخايل مرحبا عاشو ايوه ها ها عاشو ها 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 عاشو ها شو مساعد اه شو مساعد شو مساعد ريني 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 أزرق سلامتك سلامتك طيب تب تب بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم ابو سعيد يا مناي ابو شير بيساعدك روح الصلف شير بيساعدك الله لا يهينكم يجمل حالكم يا اخوي السعد ويشهد علي الله انكم اخوان وانكم راعي جميل والله يبيض وجهكم جميع ويرحم والديكم طول عمرك الله يرحم والديك ويبقيك جعلني والله فداكم لا خلا ولا عدل والله يبيض وجه متعب بالرقعان ومبارك وفؤاد عبد الله ما قصروا وجيهكم جميع يستاهلون واجبنا واجبنا ما لنا فضل الله يرحم والديك شير بيساعدك سلام بيض وجهك اعطيه شيء حط حط في الجيب الجيب اجي تعال جاي معطينك هدية لأمك جابوا لك هدية ويني وجه الله وجهك الله يبيض عبد الله معي اقول عروق المدينه ما قصروا وبيض الله وجيها جابوا لك هديه للوالد وترى هديتك واصله موجوده عندك بالغرفه وفي خبر ما افرحني وش هو الخبر نقاطك اقل شيء نقاطي اقل شيء نقاطي والله ما علي منها نقاطي انتو هيا هل النقاط النقاط نطلعها وننزلها باصبع ايه بيش 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 نطلعها وننزلها هيا العين ولا انتو راس المال يا وجه الله قر يا عقلي يا هلا يا هلا اشرب مساعدك اشرب مساعدك مرحبا كيف الحال يا رايدين صلوا عندي السلام السلام يا رايدين مرحبا ومسهلا باسم اخوي ريان مرحبا ومسهلا الله يحييكم جسديه جلستكم ومرحبا في اي وقت ايوه يحييكم انا برا رددنا بيتين ثم عقب سولفوا واستانسوا قوموا قام حظكم شنو بس سووا سعد فاكم صلي وسلم حق اول شيء تدرون الرجال اي والله صليتوا على النبي وبدون شك ونحمد الله انها جت خفايف اي والله صليتوا على النبي بدون مداينه وبدون محالفه
والله يا كرامتك لا ما تسلم اعداد ما بيني تم تم والله تم والله والله صل على النبي الصلاه الصلاه حلفت بالله وحن على الهواء الصلاه ها هاكو ما بين كرامه القادر ورغه ما في الصحن صل على الاخوان وبيننا ما يزعجني كرامتك ما هي بسالمه كرامتك والله ما يكتب ودك تحلف ودك ما تحلف ابو سعيد رجع نفسك يا رجل رجاء حلال حلال خلصت محمد عمو سعيد فيها لا تقول شيء صل على النبي صل على النبي والله انا ما ياكل هذا والله ان شاء الله ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد هاكو اضربه اضربه ما نطايعك يا ولد ولد لا نطايعك ولا هم طايعينك لا 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 خلاص 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 انت 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 كلام والله ما اتفق يا ولد خل الرجال يتكلم لبي خلوه يتكلم خل الرجال ياخذ راحته لبي اسلم تراني في وجهك ابو علي لبيك رجع على وعيد كرامه قلت كرامه ما والغلا ما في لا 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 الغلا والقدر ما في ابو علي ما يزيد الا فانا في وجه الله انا هبيت انا قل لا لا هبيت نفسي في وجه الله بنروح وجه الله وجه طيب عبد الله انا حق لك قول لي لا انا وجه ربي انت وجه ربي انا وجه ربي انت 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 انا وجه ربي قول لي الله قول لي شنو تعرف قول لي الله قول لي الله ابشر بالعوض والله العوض بالعوضه خلاص ابو علي ابو علي ابو علي ما هي بسالمه ما هي بسالمه لا ما هي بسالمه مره من كله من عيضك يا ابو سعيد ها سريح 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 يا اخوان شمي سريح انا خلوني هنا في الشعوذ من الشعر حتى تدري ما الشرع عليه الشرع اللي مالك فيها الربع تعال والله انا عندك عندنا بيتين بنقوله صفكم صفكم يا اخوان صفكم ابو طيب يا عبد الله عبد الله اسمع قول لا اله الا الله عبد الله ليان اسمعني الحمد لله على السلامة ظهر من الشر وهذه هدية من اخيك حمد من الكويت باسمي باسم اخواني كلهم الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك وان شاء الله لك كرامة تستوي لك الايام الجاية ان شاء الله تم 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 ان شاء الله بوجهك يا رجال يا سلام الله سلام القبائل لو يجون 2000 ولا 100 يا عيال يا ربع قوموا قوم حظ يا سلام يا عيال لا 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 يا سلام يا عيال القبائل لو يجون 2000 ولا 100 ارجعه منا يا القبائل لو يجون 2000 ولا 100 اربعه منا على اربع قبائل والولد منا على 400 يا شباب منا على اربع قبائل والولد منا على 400 يا سلام يا عيال القبائل لو يجون الفين ولا مية اربع قبائل والولد منا على 400 يا سلام يا عيال القبائل لو يجون الفين ولا مية اربع منا على اربع قبائل والولد منا على اربع مية يا سلام يا عيال القبائل لو يجون الفين ولا مية اربع منا على اربع قبائل ولد منا عن اربع مية يا سلام يا عيال القبائل لو يجون الفين ولا مية اربع منا عن اربع قبائل والولد منا اربع مية الله يجيكم الله يبيض وجيكم واحد واحد بيض الله وجيكم واحد واحد ما في راح اجيب طيب وجهك ابو جملت اخوياك والله لا يهينك بيض وجهك انت يا ربي يطول عمرك وبيض وجهك الله يطول عمرك وياك ان شاء الله وجهك يا رجال والله انه يستاهل يا والله بتعب كل يوم انت ولا خالد طول عمرك ها الله يطول خذ راحتك عليك الصلاه
لاني اخوكم في وجيهكم على القوة. انت يا عبد الله اخو ورفيق وصديق ومحسن ظفر ودرع جنب راس مال. لك عندي عود ازرق اقدم الطيب للي مثلك مد الطيب. الله يرحمه ويرحمه. وما ودي اتقدم على اخويا اللي سبقوني في موضوع الكرامه وعيت منها. لكن انا مع اخوياي باللي يمرون به، اما الهديه فتقبلها مني ان شاء الله. نعم. الله يبيض عافيتك يا اخونا علي. تسعد الدنيا وما فيها، والله اني اقولها صادق. اللي معك سبع ايام والله كانه سبع سنين. الله يرحم والدي. انا الهديه باسمي وباسم اخويا جميع. كلن مره هذه تسعد. الله يبيض وجهك. كلام في الحاله لي والله ما يسوي فيه. الله يطول عمرك يا عبد الله. طول عمرك. يابا لا تهب له حاجه، كل طلياننا وكل حلالنا يابا. عزله من عيد قيده. اي بالله. معمول عندك يا مرعي. عزله الخبز ما راح والحليب موجود الدنيا موجوده. اي ما هذا حاجة؟ نزول يا حبيبي. هذا حاجة مرعي ومشبب وقري يا اجري. والله عيني. والله عيني. ولا ترى ما قلت مش ساعة. نص ساعة بيبي. والله أنا تحبي جدا. نطيع أنا. لا يوت كم ساعة واحد عشان. نقول حبيبي خوب. وراني ساعتها. كل ما بيصير. الله حي. وجهك يا حبيبي. طيبة. مندوكم حنا ولا شيء. إلا وانكم كل شيء. عليكم زود. يعني عرفت هدى طيب لنا. جعلني قبل. جعلني هدوك. يعجبني الرجال على وجهه. طول عمرك. عليكم زود. مرحبا يا شايبنا. وجهك. حنا بدونكم ولا شيء جعلني هدوك. ما عليك زود حنا بدونكم ولا شيء يعلم الله. وجهك. القزر ساعة ضغط زرار الصوت اللي هنا معدلها. سلام. قول يا سلام. ودي اكسر عظم ساقي. ودي اكسر عظم ساقي. سلام. قول يا سلام. اتحمل كسر ساقي. ايه ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منا تعطى طالبك يا حظ ساعدني وقوم بغى طلات حضرات امنع. الرابع ترى المضير مضير من البيت من اهل الديره والسمن قري عقلي صد شغل البيت. الله بروح الله يجي اخو شبك. شاعرها والله ما اعرف انا يا ابو اكل كلمه جعلني والله لا شارك في لا يعني جايبين انت ربك صدتك عني غريبه يا والله العجيب جابك بسم الله عليك ما شاء الله عاد الهدايا الله يكثرها يا عبودي تستاهل ايوه تستاهل حضورك يا زين ما خلت لا يا زين ما خلت ربي كيف تدلع؟ يقول اثنين وافقت وانت ما هو فاقدنا الوعي ذا الحين
قوم بنج انكم بغيتوا كذا عزمتوا يا صدمتوا صدمت ترى الصدمة ذي تجيب ما له بن عوبه غريبة لا والله الا وانت زعلان لا لا اكيد زعلان تقصى على اللي يحبك يا خفت ما خفت ربك هو انت زعلان لا لا اكيد زعلان يا زين ما خفت ربك تقسى على اللي يحبك يا زين ما خفت ربك تقسى على اللي يحبك هو انت زعلان لا لا اكيد زعلان صح الله لسانك صوته علو رب الكعبة انه علو بالصفوف خلاص نسولف لو شويه سولف ما حد مسك كني روشتك ولا عشان لين عشان لين دهن عود دهن عود انا بدي السؤال اذا صرت على موترك معك اخوك من امك وابوك ومعك خويك اللزم ورايحين في طرقه على موترك على موترك كانت ينبار مضبوط معك اخوك من امك وابوك ومعك رفيقك اللزمه مضبوط اللي بينك وبينها انزار قطي مضبوط تخالفوا اخوك وخويك انجبرت انك بتنزل واحد من بتنزل والله لا انزل اخوي هذا كلام محمد على امك انت قول يا ما تكون بنزل الاخوي له قدر كل واحد واخوي لا معود اخوي من امي وابوي اصلا اصلا خلي خلص خلي السؤال يدور خلي السؤال يدور ابو مناحي اي ندور بالله لا اله الا الله خلي السؤال يدور خلي السؤال يدور اخوي اجاوبك انا اي لا عشان اخوه منه اخوي كان يعلم العربان 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 يا ابو اتصب العربان عشان يعلم لا مو انت للعيال يا ابو مسر يا رب يا رب يا رب واحد المجلس راح نسوق على خايف راح نسوق اي قرقرت ما هالزو ابو مسر تقوم تنزل اخوك كان هنا الخوي بيدور السؤال انت هم انت والله ما قلت تبي تبلشنا بس لجيناهم الصبح هناك اطردونا اما لو وجهه نظري في الموضوع ذا مختلفه جدا مخالفه جدا يعني بتنزل خويك والله لا نازله والله ماني منزل اخوي من امي وابوي واللي ذابح خاله عشان خويه هذا يختلف كيف يختلف؟ هذا ذابح ذابح خلق النزال نزال ما عليه هذا مهم مثل هذا اطيب مني لا محتاج انا منزل اخوي وعفاك انا بعلم سم انا بعلم الخوي له قدر اقرب منه حتى الاخو الخوي قادر اقرب من الاخو ترى عسل الله يسلمك بيضره وجهك بيضره وجهك بيضره وجهك طاب طيبك طاب طيبك اخوي لو يقدرني ولا اشوف مقطع لاخوي هو الخطوات دمه اثنين ابو عبد الله من بتنزل انا ايه يا ولد تبي الصدق والله والله نيمس تبي الصدق تبي الصدق والله بنزلهم اثنين بربع خليهم انا عندي راي ايه اللي تخلصون بينهم بيه ما قال سالف انا اسمع انا رايي الراي اللي بقرر ان اخوي والرجع اول شيء يعطون السلامه انت قلت انجبرت انا انزل واحد منهم نعم ما في والله تبي الصدق اما الخوي والله انا عيب اما اخوي والله لا اعطيه خذ يعني امون عليه طع مو انا انزل برا وجهك اغمز ايه اغمز له ايه اغمز له قري عقلي انزل انزل علي علي بن ناحي مندفع في الموضوع ذا اسلم يا علي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطيب ما يستغرب من اهل الطيب اللي لهم فيه ما عنده الطيب خبره الله الله وش علق جواتي في التشعيب ونعم السلام يا غالي محماس القمي نعم استاذ استاذ ولا الموضوع ذا قد اعطيت كلمه بيض له وجهك الموضوع وش هو عطني عطني الموضوع ولا تهنون استاذه شوفكم تناقشون فيها من امس ولا ادري وش هي امس تناقشنا في موضوع اليوم بنتناقش في موضوع اسلم وش هو
الموضوع نفسه. لا انا بي اللي اليوم الحين تكلمون فيه وش هو؟ موضوع العمر انك رحت لك في طرقه وانت على موترك. يا سلام. معك اخوك من امك وابوك ومعك خويك. يا سلام. اختلفوا الاثنين. يا سلام. انجبرت انك تنزل واحد من بتنزل؟ طيبك يعني ما ادري. اختلفوا الاثنين. سلام ولا انت؟ اختلفوا الاثنين. اختلفوا على وش؟ تهاوش وريجي انت انجبرت تنزل واحد. انت جيت وانت لازمي مثل لازمي بالحلوق. انت لا ما تدري شو لازمي. منزله منزله. قال بنزل واحد منهم وش؟ لا لا بنزل الا الخطا علي. ما تدري شو الخطا بس كرام. كل يقول انا ما اخطيت. الخطا سلام. الخطا بعرفه. حتى لو قال ما اخطيت بقول وش السالفه هم بعرف من المخطي. اختلفوا عند وجهه نظر واثنين كل واحد له راي وتناشبوا في السياق. ما تدري وش الخطا كل منهم ما تدرون عليه جدا. اول شيء ابى افرق ان كان علي انا يا عبد الله ان كان السبب مدري عنه. ايه ابى افرقهم. من بتنزل؟ هو بينزل واحد منهم. بينزل بينزل واحد منهم. لا لا ما بتنزل انجبرت تنزل لك واحد. تنزل لك واحد منهم غصب. والله يا طويل العمر يا ربع الرجال يسولف يا ريت واحد مدري عنها وكل موقف اي اي له موجوبه مش لكن ما ظنيت اني والله بنزل اخوي شوي ريجي شلون يا ريجي. اقول والله ما ظنيت اني بنزل اخوي. اخوي علي انا ابي ما ظن انا ما ايه 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 ما بيظن ما بيظن تنزل يعني اخويك اذا مجبور ايه مجبور تنزل واحد منها شيء معد منها شيء. نعم انا جيت وهي قابسه. نعم قابسه انا معك انا معهم. ها انا وين عقلي يوم اني ما ادري وش العلم. والله العظيم يا ولد يا ولد انا مع رجال واسمع منهم واخذ معهم لكن جيت وهي قابسه والله مع اخوك. اللي قال الخطا من اخوك ما قال الخطا من اخوك. وش هو؟ اول ما قال الخطا من اخوك لا بدا يقول ما يدري شو الخطا. نعم افهم ما يدري شو الخطا. جيتهم هم متلازمين بالحلوق كل واحد ماسك الثاني. يا سلام جيت وفرقتهم وقالوا واحد منهم قال بنزل ما عاد هم متبارين سوا. مضبوط؟ ايه ما بتنزل اخوك ولا اخويك؟ انا كلام واضح. ايه, إيه ولا لا انا والله اعرف اخوي والله لو متمادي على خويه هو في موت. ما تدري لا ممكن انت ما تدري والله اللي يدري باخوي. وجهه ابو حمد واضح يقول بنزل يعني اخويك. اخوي لا جيته وهي قابسه والله اني معه على خير ولا على شر. يا سلام انا اخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على عدو. يا سلام هو مو بعدو هذا اخوي. انا داري يا رجال اقول عال المثل يقول انا اخوي على ابن عمي. وجهه نظر وجهه نظر مضبوط وجهه نظر وسمعناها. وجهه نظر خسرت اخوك. ترقب اسئله في الايام القادمه ان شاء الله نشوف. الاسئله دي ما لها جوبه. ترى بس كليه اجابته ووضح لي بس هذا اللي نبي. اعطي جوابك ووضح السبب ليه تنزل ذا ولا ذا. لي هين اللي هم اللي بينزل اخويا واضح اجابته يعني اخوي ما اخوي ما منزل. ايه يلا والخوي والخوي الخوي له قدر نقرب حتى من اللي اقرب القريب. والله هذا هذا له قدر وله حق وما اختلفنا. بنزل كان وبغمز له. لا 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 انت في البر انت في البر بر بر مسافري مسافري. ها لا لا في خط مسافري ولا شيء يا ابو مسفر. السؤال السؤال يختلف. سالفه تنزل خويك وانت في خط وهو بنازل. هذه ما بتنزل. ماني منزله يا ولد. بينزل واحد منهم ولا ولا بتب ولا بينزل انا. طيب صلوا على النبي صلوا على النبي نحد النوم. هذا رجال يا طويل العمر. خليني بعطيك الراي. هم في خط ان كانوا في خط العمر كسر ما اصلا ما صار ما قد صارت في الربع اللي يعرفون السلوم العلوم اني بنزل اخوي ولا بنزل اخوي في الخلاص. هذا هو ثاني شيء. وان كان شفت باثنين ربطت الحمار على يساري والحمار الثاني على يميناي لين الله يفرق لين اصلا احدهم. لا لا شوف هي سياسه سؤال سياسه سؤال. في واحد منهم في سياسه سؤال دقيقه. في واحد منهم بينزل في خط في خط ولا اللي فيه ولا في واحد منهم بينزل مضبوط. ما عاد يقول ما عاد هم مجتمعين سوا الناس معناته ذبح. ها وش بتسوي يا ابو مسعود؟ عدوي لو انا بموت لو وياك في الطرقه صوتي هو عدوي. طيب يعني بتنزل اخوك على كلام؟ لا انا منزل هذا ولا منزل هذا. السؤال واجب يا ولد. في واحد بتنزله غصب مستحيل. يا ولد سيات السؤال كذا يا ولد. يا ولد بالمنطق انت في الطرقه يا ولد. ان شاء الله في تبي تنزل هذا بتنزل هذا تمشي مستحيل. بتنزل هذا وتقول ايه قول انا ما عدوك يا عيال. افهموا السؤال افهموا السؤال. قول ماني مجاوب صح
قل ما انا مجاوب على السؤال وخلاص وانتهى. اما تقول بجاوب هذا ما هو جواب ذا صيغتي يقول بسيغه السؤال في واحد من ولا بتنزل خوي في واحد منهم بين اتمرد وش ما منترز في واحد علقك بتنزل بنز اخوي والله لا نزله اخوي وامي وابوي ما ادون احد يا سلام صح الاخ ما يتعود ما يتعود كل سنة يا الربع يا الربع وصاتكم والله في اخوانكم والله يا الدنيا والله ما حد يقف معك مثل الاخو والله العظيم تقوم الدنيا ولا تطيح يا اخوك اخوك انه ما مثل الاخو والله نقوم معك مقام ما قامه معك ولدك انا اشهد اخوك اخوك وصاتكم في اخوانكم يا ريدي هذا واحد من عمر شيخ قبيله امين تزوج من قبيلته وجابت له ولد السلام يا مرحبا ربو يا مرحبا مس يا ريان الدخان اول شيء الله يبيض وجهك ابيض طول عمرك ما بعز يا من مزارق الطيب من هذه المواد لا يا ابو يعني بدو وانتم خابرين وضعنا في الحوش ما غلط حط صليت اما لو نحن في الخلاف والله نقدركم في البشوت الحساويه وفروخ السلام عن صليتوا بالعالم ومن بغى الجميل في بعينه والايام بيننا وبينكم ما قف ريال اللي زيتوا لنا يا خوانكم متعوبين عليه ومحسوبين علينا يا خوانكم والايام بيننا وبينكم ان شاء الله هي والله عوايد لكم ما هي بجدايد شيبانكم والله كفو كفو ولا تعال اي والله امي يسمع تعالي نقاش حد اسلموا انا ترى فقره الجايه بدون ايش اسمها هذه بيضه لو كان كل مخطي بجيب بكرين واحفرنا هنا مسبح كان كل مخطي والله اسمع خل رجال يتكلم ها كان كل مخطي تقول بتنزل بنزل كذا انت حقيقي يطول في حياتك لا 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 حتى كان لي مخطي بتنزلني بنزلك نعم الوساط وين ما تسمع الوساط الا نرفيه نعم اخواننا هنا يضربنا عليه من المال يقول بنزلني قويه في حقك لا 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 نعم ما فيها ما فيها طويل العمر والسلامة مجاملة دي ما فيها مجاملة بعد تقول ما فيها مجاملة أخوية طويل العمر والسلامة هابت على رأي صلع رسول الله الأخوية طويل العمر الأخوي في سلمنا أخو وأقرب من الأخو هذا كلام الأخوي لا قدرة ولا حشمته ولا مقامة والأخو محزم ما يعدلي أبشر بي لكن زاد تشهد عن أحوالي يا ولد انا اسمع ذي خبرون ضيق خاطري وش العلوم؟ ايش؟ وش العلوم؟ وش النقاط اللي كنت اقلها؟ جت فقره يا سنايدي انا عندنا فقره سؤال وعليها مقاطع عرفت؟ دقيقه هم طلعوا لهم الله فقره هذه فقره زي فقره اي واحد قبيله طيب ها فين يقول ذا الحين بنطلع اللي اقل فقرات اللي اقل نقاط نقاط قد عرضوا على عرفها الله الله عرضوا على مرعي وعرضوا على محمد الرجال وعرضوا على مهداني ها هم عرضوا على مشبب مشبب ما جابن عمك جاك هم حول ثلاث طويل عمر السلامة تندربح عليهم اللي وقعنا في ذا المسرح هم هبوا لنا جرس زي ذياك اللي في الفندق لا في فندق حق الخطر لا اللي دقه إذا ما عينت العامل دقه يجي طيب هم رصوا على عند كل ماسه ثلاثه جروس الله الله وقال الفقره يا طوال العمر والسلامه سؤال وعلى السؤال ذا 500 نقطه ان جاوبت خذ ال 500 نقطه هاو ما جاوبت والله لا يهينك هبنا من عندك 500 نقطه لا لا الله الله هذا غصب تجاوب هذه غصب اول فقره طيب باقي ما نجاوب ثلاث فقرات اما اول فقره ما لك عذر فيها الله الله هم والله وردوا علينا بالفقره الاوله الله الله عم القطو من عندي 500 كيف كيف القطو من عندي 500 الهباء على طول قول يا الله يا صالح عالم كسر من الله يبيض وجهك ويجمل حالك استاهل هبيت لي 100 نقطه عم لفلفت عليها لين هبيتها حول 500 نقطه هم زحلطت لكن الرازق في السماء الله الله هم هبوا لنا سؤال ثاني في الفقره الثانيه هم سالونا تعال كل اسئله ودي كيف عني الله عليها ورد ال 500 حلوه منها المية حقت صالح عالم كسر رديتها هبوها لي ردوها لي هم سالوا الفقره الثالثه يا طويل العمر والسلامه ومن يسمع وقالوا عندنا لكم عرض 1000 نقطه طمع يوم قال 1000 نقطه فقطع يا ظهري ودي اغامر ودي اقعد الله يجمل حالك ويرحم من تعبوا عليه ركز ركز هبوا لي الله الله قالوا هالفقره الفقره الاخيره 1000 حلو الله ما دريت انا احلها واملها بيني وبين عمري هوني اطمر مو راشه واخف اطمر لك يوم السبت مع العرب ولا بتنخرب ولا بقعد الكالي هم الله صنع بعدك السؤال
نافورة جدة كم طولها؟ والله ما رحت امترها. صدق لي عليها. في اختيارات ولا؟ اي في اختيارات. 300 400 500 300 400 500 ما ادري كم، المهم انها بالامتار. ونطي المهدالي. الله الله. انقز ياك حلال وانا اقولهم من اول يوم العجلة العجلة والله انهم جنبيني اوصيهم. انقز ياك حلال. العجلة. كلكم سوا في الالف. كلنا سوا. في الالف. في الالف. ما هو بذيك لحالك ولا هذا الحاله ولا لا قبلك ومعدي يقول فازك حيلا وانا قد وصيته من بدايه الفقره شوف ذولي تلعب العجله يا ولد مضبوط الله الله انقز ياك حيلا داك يا رمي ها كان عليه خلاف اغمز الجرس دن دن قال 500 بارك قال 500 وانا قايل لك كذي ما ابغى نوش الجرس لا لا يروح شيء الله يقبلك انا قال لي بدي كذي خايف ان الالف حقي لا ينخرط ما عاد ما بال ما بال 500 قال ودك مع ال 500 500 وانا قايل لك كذي لو راك بعد الجرس على يساري عند الرجال ذا 519 المشكله ان 519 حتى ما في خيارات ما ادري مين جابها يقول المذيع اي كيف قال المذيع كيف 519 لا لا قال 512 لا قال سمعك تغيرها بعد إيه قال أيه. قال ميده حتى ما في خيارات كذا قال لا انا سمعت طاري 500 الله عندكم حذرنا وسلدنا على بعد كل مسرح ورفع ضغوطنا ونزل ضغوطنا وارتفع السكر وقرح قيلون وانا اخي قال معوض بخير في 1000 ريال 1000 نقطة ها؟ قال معوض بخير في 1000 نقطة هو اعطاك 100 خذها على 1000 نقطة من رصيده اي والله الله يطول عمره السلامة سلمنا عليه على المسرح وتوادعنا وعادكم تسلمون وايش يساوي؟ وكل مدبر حكم قال يد ما تقاويها صافحة صافحة هاي يود مقلع 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 بس ايه خاصية زينة قال يد ما تقاويها صافحة انا والله اللي خلق هذا الماء اني داري ان اسمي معرق هم الله صافح نعيده جعلها والله العافية وجعلها والله ما تعطب حبينا على خشبة وخذها من ألف وخذها من ألف وجعلها عافية عليه وجعلها عافية عليه وعلى الربع اللي معه هم كتلناهم على المسرح هذا بعلمنا وسلامك وذلحين يوم يقولوا أنتم ذلحين أقل ثلاثة وطيب من اللي بيطلع ستة ما بقى ثلاثة قد عددوا ثلاثة قبلنا هم عددوا اثنين هم أبونا معهم أول ثلاثة أنت منهم صح؟ ها؟ من هم محمد جمعان أول واحد محمد محمد جامع محمد جامع و جامع جمعان الله هم بعد هالرجال ذا هم بعد ها أرحبوا مقلع اسلم مد اسلم الله الله قالوا محمد جامع المطيري سالم مد هم شو اسمه عبد الله المهداني هم الكنترول يكلمونه في المايك يقول يا الله يعطيه العافية دريت انه مرعي قلت لكم مرعي ما بجيب رامي سداد حتى هو بالغلط حامل حكم